Karim, attention au départ. C'est parti pour la cinquième course. C'est la Sidi Allah le Tchazi. اللي كتخص خيول الان جي في عربيه بربريه عفوا 4 سنوات فما فوق سباق لا تكون المسافه ديالو 1400 متر. الطريقه قويه للمشتركين العشرين في هذا المسابقه. اذا الرقم سعود الممتاز لرقم 10 هارد 3 زهير مديحي كذلك كتبعوا من الجهه الوسطى سعود ديال الفرس رقم 4 حرس اطلس مع سعيد المديحي. الجهه الخارجيه كتبعوا سعود الممتاز لرقم 14 حفيف الخير لشيب وعروه وكذلك سعود ممتاز من جهه الحاجز لرقم 18 هو الميحوح مع ركيب نبيل بها. الان في البروميير بلاس كنوجدوا الفرس رقم سعود ممتاز للفرس رقم 3 اللي هو فلاح مع ركيب ميمون المازوز. سعود كذلك في الصف الثاني للفرس ربما رقم 6 في كيك الان او هذا رقم 10 هارد 3 في الدوزيام بلاس وراء رقم 3 فلاح في لاكاتر لاكاتريا تخوزيام بلاس عفوا كنوجدوا رقم 5 فيريسا محمد بن مصطفى الشاقي في لاكاتريان بلاس. سعود ديال الفرس رقم 19 الحجمه مع ركيب اسماعيل الكجل رقم 10 الان هاد 3 في البروميير بلاس. سهير مالح الان كيحاول انه يرفع لقاده السباق في المقدمه. اذا الان صنيخه النهائي المستقيم في هذا المسابقه الخامسه رقم 10 هارت 3 في الصف الاول صعود ممتاز لرقم 4 حارس اطلس من جهه الحاجز وكذلك محاوله للصعود بالفرس رقم 6 في كيك مع ركيب عبد الكريم اللوبات الان في الصف الاول بين رقم 10 هارت 3 ورقم 6 في كيك صراع قوي الصف الاول بين جوج خيول رقم 10 ورقم 6 كذلك محاوله للصعود للفرس رقم 4 حارس اطلس او هذا فوز صعود رقم 11 فاسيليا امور صعبه جدا 10 هارت 3 الان في صراع قوي مع رقم 11 اذا 10 في الصف الاول زهير من الحين كتقبيق كيف قطعا الصف الاول للفرس رقم 4 حارس اطلس في الصف الاول 10 هارت 3 صراع قوي على الصف الاول بين رقم 10 ورقم 11 عفوا الفوز ربما للفرس رقم 11 اللي هي فاسيليا اللي ربما تجاوزت رقم 10 اللي هو هارت 3 لكن اكيد غادي ننتظروا الصوره النهائيه باش نتعرفوا على اصحاب المقدمه في هذه المسابقه فكيظهر ان جوج الخيول دخلوا في خط واحد اللي هما رقم 10 هارت 3 ورقم 11 فاسيليا.